للحديث حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. أهلا بك دكتور في نشرة أخبار الثامنة. كيف تلقت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية التوجيه الملكي السامي للاستجابة الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال في كل من سوريا وتركيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكركم، وطبعا تلقى أوامر سيدي جلالة الملك بفخر واعتزاز لعطاء المؤسسة شرف خدمة المتضررين والمحتاجين داخل وخارج البلد، وأشكر تلفزيون البحرين لتجاوبهم السريع. وأبغى أكد أن قبل دقائق جانا الأمر السامي وتوجيه سمو الشيخ ناصر بإطلاق الحملة، فلم نتأخر حتى دقائق لتنفيذ توجيهات وأمر جلالة الملك. فبعد الأمر السابق بالتقديم مساعدات عاجلة من ناحية مواد إغاثية وطبية، وأيضا طريق من المختصين من الضباط والعسكريين اللي يرافقون الوفد إلى تركيا وسوريا لتقديم مساعدات والأوامر اللي أمر بها جلالة الملك، وامتداد لهالأوامر وبناء على رغبة المواطنين، رغبة أهل البحرين الكرام لوقوفهم مع الشعوب المتضررة والأشقاء، والدمار الكبير اللي صار لا تتخيلون مدى الاتصالات إن الكل يبغي يساعد، وتلبية لرغبة الناس وإعطائهم شرف المشاركة، جلالة الملك أمر أن نسوي حملة برئاسة سمو الشيخ ناصر، ومن الآن راح نبدأ في اتصال مع الجمعيات الكبيرة في البحرين، تربية الإصلاح الأطباء المهندسين الهلال وجميع، نشتغل كأننا لجنة وطنية، نشتغل كفريق واحد ونقوم بحملة إعلامية وفتح حسابات وتسهيل الأمور وحملات على الهواء بالتعاون معاكم. فالأمر جانا خلال دقائق وبدين العمل. نعم دكتور، أنا أريد أن أسألك يعني عن آلية استقبال مساهمات المواطنين. المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية هذه ليست هي المرة الأولى التي تنظم مثل هذه الحملات للداخل أو للخارج، لديكم خبرة للعمل في مثل هذه الكوارث سابقا في دول صديقة ودول شقيقة أيضا. ما هي رؤيتكم الآن لهذه المناسبة؟ كيف سيتم استقبال مساهمات الناس في الداخل، وكيف ستؤمنون إيصالها للمحتاجين في سوريا وتركيا؟ هل من تصور يعني مبدئي؟ لا، في تصور، وهي مو غريب على سمو الشيخ ناصر، فهاي كان في الحسبان، وكنا يعني مخططين ومستعدين. الحملة تكون عبارة عن تكوين اللجنة، وضع الآلات والآليات والبرامج، فتح حسابات بنكية في عدد من البنوك، وبعدين الحملة الإعلامية بالتلفزيون وبالصحف. ومثل ما تفضلت الله يحفظكم، عندنا خبرة من عدة دول، من فلسطين، الصومال ودول أخرى، وحملات جدا ناجحة، وتم تنفيذ البرامج السابقة والمساعدات بأسلوب جدا مميز وجيد، مما كسبنا احترام وسمعة البحرينيين، مما أدى الآن إلى هالرغبة من الناس واستجابة جلالة الملك لرغبة المواطنين في دعم أشقائهم. نعم دكتور، جدا مشرف. دكتور سؤال أخير، التبرعات التي سيتم جمعها من الداخل، هل هي فقط عينية أم ستكون، هل هي فقط نقدية أم هناك أيضا استقبال للتبرعات العينية؟ احنا نستقبل أي تبرع يكون. نعم. عيني أو نقدي؟ عينية ونقدية.
إذا النقدية أفضل، لأن نتعاون مع جهات محايدة مثل الأمم المتحدة. نعم. وتنسيق مع السفارات. نعم. بالخارج لتأمين الحاجة الأساسية يعني. يعني نشوف شنو حاجاتهم. نعم. احنا عندنا قائمة كبيرة حصلنا من سفاراتنا في الخارج. وبالتالي يجب توفير الأشياء اللي هم يحتاجون لها الآن، مو بالأشياء اللي احنا نريد نستغني عنها. ونتعامل مع جهات عالمية بالنسبة للأدوية مثلا، في شروط على الأقل من 6 أشهر أو سنة، ونضمن سلامة الأدوية، سلامة المعدات، سلامة كل شيء. وأيضا أخذ بالاعتبار عملية الشحن والتوصيل. راح نعلن عن كل التفاصيل مثل ما قلت لكم. الأمر جاءنا من الشيخ ناصر قبل دقائق، وجزاكم الله خير ان انتم تعاونتوا معنا، نقدر هالشيء كثيرا. هذا واجب اول دكتور. مره سنكون معكم ان شاء الله في هذه الحمله لايصال صوتكم وايصال ايضا المواطنين الراغبين بالتبرع الى قنواتكم الرسميه ان شاء الله. مشكورين. شكرا شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى السيد، الامين العام للمؤسسه الملكيه للاعمال الانسانيه.